مازن هلال عضو تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيه. دوري التنسيقيه شباب الحلقه الرابعه المشاركه بتاعت التنسيقيه زي كل سنه بنشارك مع وفد من اعضاء تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين في عدد من الورش والفعاليات والجلسات العامه اللي موجوده، ويمكن احنا ابتدينا المشاركه من البارح، كان في عدد من الورشات اللي شاركنا فيها، وشرفت شخصيا بالمشاركه في ورشه الجيل الازاد وتاثير ما بعد الجائحه، وكان لنا عدد من التوصيات المهمه في اثناء الورشه التي لقت حضور الحضور من الجميع في الورشه، منها الاهتمام بالصحه النفسيه والمطالبه ب الاعتراف بالصحة النفسية ضمن اعلان الامم المتحدة لحقوق الانسان، وايضا مراعاة الصحة النفسية واهميتها في المراحل التعليمية المختلفة. ويجي كان في مداخلة كمان من الزميلة الرشيدة دعبس من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين على ان مفهوم السوشيال ديستانسينج المفروض يبقى فيزيكال ديستانسينج، لان التباعد الاجتماعي اللي حاصل اثر جدا على جنريشن زد بمختلف الاعمار بتاعتهم والجنسيات. كمان في حاجه كمان اتكلمنا فيها البارح كانت مهمه جدا كتنسيقيه شباب الاحزاب، على موضوع التعليم عن بعد واهميه التعليم عن بعد وتاثيره في بلدان عن الثانيه. يعني مثلا هنلاقي ان التجربه في مصر كانت رائده من تحت قياده السيد الرئيس والمنظومه التعليميه الجديده، بس اللي في بلدان ثانيه من البلدان الناميه والدول العالم الثالث ما كانش ليها نفس التجربه اللي مصر ادتها، وكان بالنسبه لهم الموضوع صعب. التاثير النفسي والاجتماعي على جنريشن زد كان محل اهتمام جدا من التنسيقيه، وشاركنا فيها بعدد من التوصيات، ومنها كمان على الجانب الاقتصادي والتاثير بيئه العمل، وان شاء الله كمان مكملين النهارده في عدد من الورش، حوالي 5 ورش النهارده مشاركين فيها. تمام، كيف ميدو؟ ميرسي يا فندم. تسمح لي برقم تليفونك؟ شور.